السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام. صحيفة الشرق الأوسط السعودية تنال من المرجع سيد علي السيستاني متهمة إياه بفصل سيادة الدولة العراقية عن العراق في رسمة كاريكاتيرية نشرت اليوم كما تشاهدونها في الصورة الموضحة أمامكم، حيث يظهر أن السيد علي السيستاني هو الذي يفصل العراق عن سيادة العراق وهو الذي أدى إلى دمار سيادة العراق كما موضح في الصورة، وهذا هو القصد منه خبث وزرع الطائفية والنيل من قادة وزعماء الشيعة في العراق. حيث هذه الصحيفة قبل مدة من الزمن أساءت إلى زيارة الأربعين في كربلاء المقدسة، وبعد المنشور حدث ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي العراقية على هذه الصحيفة نتيجة النيل من المرجع الديني السيد علي السيستاني، وقد نشرت مباشرة توضيح على حول هذا المنشور وتقول أن السيد علي السيستاني ليس هو المقصود، وأن لديهم السيد علي السيستاني هو مرجع مقدر، وأن المقصود هو التدخل الإيراني في الشأن العراقي، وهذه هي ملاعيب الإعلام حيث يكون الفعل ورد الفعل مباشرة، وأن هذه الصحيفة لها سوابق في نشر الإساءة لسماحة السيد علي السيستاني، وأن هذا المنشور كان هو المقصود السيد علي السيستاني وليس كما في التوضيح.